إذا كان العيد يوم الجمعة هل تقصد تسقط عني صلاة الجمعة؟ هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، اللي هي إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة ولا تسقط؟ هناك ثلاث أقوال لأهل العلم في صلاة الجمعة إذا في العيد إذا وافق يوم الجمعة. فبعض أهل العلم قالوا إذا وافق العيد يوم جمعة اللي يصلي العيد ما يصلي جمعة، يصلي ظهر. اللي وافق العيد يوم جمعة اللي يصلي العيد ما يصلي جمعة، لكن اللي ما يصلي العيد يصلي جمعة، يعني ما يحضر خطبتين، خطبة واحدة. طيب ما صلى جمعة شو يصلي؟ يصليها ظهر، صليها ظهر 4 ركعات عادية. زين، القول الثاني أنه لا، يصلي عيد ويصلي جمعة، ما له شغل العيد بالجمعة. زين، القول الثالث أن اللي يصلي العيد لا يصلي جمعة ولا يصلي ظهر، حتى الظهر تسقط عنه، أن الجمعة العيد مكان الجمعة والجمعة هي مكان الظهر أصلا، فيصلي العيد ويصلي العصر على طول مباشرة. ويذكرون عبد الله بن الزبير يقول صلى العيد يوم جمعة ثم لم يخرج إلى الناس إلا العصر، فقالوا ما صلى الظهر، بس دراكم ما صلى الظهر، صلى في البيت. واضح يعني مو واضحة اللي فعل عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الذي عليه أكثر أهل العلم أن الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد. لماذا؟ قال لأن صلاة الجمعة فرض عين تجب على كل مسلم إلا اللي مو قادر، يعني المعذور خلنا نقول، أما غير المعذور من الرجال تجب عليه، يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. بينما صلاة العيد بعض أهل العلم قال سنة، وبعض أهل العلم قال فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض صار، وبعض أهل العلم قليل جدا من قال فرض عين صلاة العيد، فقال لا نسقط فرض عين لأجل فرض كفاية أو سنة مؤكدة. وهذا هو الصحيح، أن صلاة الجمعة لا تسقط حتى إذا جاء العيد يوم جمعة، فإن صلاة العيد صلاة الجمعة لا تسقط عن المسلمين. لكن بعض أهل العلم قال قد تسقط، يعني في زماننا هذا تختلف شوية، يمكن في أماكن أخرى أو قصدي بلادنا هنا، بعض البلاد اللي يكون ناس عايشين برا المدينة، قرى خارج المدينة، يجون حق صلاة الجمعة، فهذول ما يتعنون مرتين، لأن من بعيد يأتون للبلد عشان يصلون الجمعة، فهم أصلا بيتعنون عشان يصلون العيد، فلا يقال لهم تعنوا مرة ثانية عشان تحضرون الجمعة. فهؤلاء هم الذين يستثنون، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال أهل القرى هم الذين لا يأتون، اللي حول المدينة لا يأتون لصلاة الجمعة إذا صلوا العيد، فهؤلاء هم الذين يستثنون، اللي يكون فيهم عنوة يأتون من بعيد. أما غيرهم الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الجمعة لا تسقط مع العيد، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال المسألة فيها خلاف، واحد الحين يقول لي لا في عالم فلان قال صح، أنا أقول فيها خلاف المسألة بين أهل، لكن الذي ترتاح إليه النفس أن الجمعة لا تسقط بالعيد.